السلام عليكم ورحمة الله، وش حولكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنيين. مرحبا بكم كامل. اليوم راح نخدموا نوعية على السلابة بزاف شابة، طريقة جديدة، وكل مرة راح نغيروا في خياطة السلابة. وش نحتاجوا في الموديل اللي راح نخدموه اليوم؟ البنات نحتاجوا القالو هذا كما قلت لكم أنا نشريه بالبوبينة، هذا الرقيق هذا نشريه بالبوبينة، البوبينة تاعو ب 25000 فيها 9 مترات. نحتاج قماش تاع الدراوات، قماش راهو يدير 20000 للمترة، هذا قماش تاع الدراوات. وعندي لهنا القماش تاع السرابت اللي يدير 10000 للمترة، العرض تاعو فيه 90 سنتيم. اليوم البنات المترة تاعكم رايح تخرج لكم 6 تاع السرابت، وتخرجهم بالحجم الكبير، فيهم 45 على 45. كيفاش رايحين نفصلوا السرابت نتاعنا؟ شوفوا لهنا يا البنات، عندي لهنا هذه مترة، انا لهنا شريت مترة كما راكم تشوفوا، هذا هو الطول تاع المترة تاعنا. وهنا العرض تاع القماش كما قلت لكم فيه 90 سنتيم، راح نطويه من جهة الطول هكذا. بعد ما طويناه دوكا راح نقسم القماش تاعي على 3، شوفوا نقسمه بالتساوي، نقسم القماش تاعي كما قلت لكم. شوفوا هنا راني هزيت القطعة حطيتها هنا، نزيد نعاود هذه نحطها هكذا، ولازم تكون كيما قلت لكم تكون متساوية، تكون كيف كيف هكذا باه نتحصلوا على هذوك 6 تاع السرابت. شوفوا هنا تحصلنا كل قطعة فيها 2، هنا تحصلنا على 6. بعد ما طوينا القماش تاعنا كيما راكم تشوفوا، دوكا رايحه نفتح القماش تاعنا من كل جهة. هنا راكم تشوفوا البنات القياس منا راهو فيه 45، منا راهو ما فيش 45، رايح نكملوه بهذاك القماش تاع الدراوات. دوك اول حاجه راح نقطع القماش نفتحه كامل، بعد ما قطعت القماش تاع السرابت تاعنا كيما راكم تشوفوا راهو جاي بالطول والعرض ماهيش عريضه بزاف، راح نكملوا لها القماش تاع الدراوات. راح نعطيكم القياس، شوفوا لهنا القياس تاع القماش تاع الدراوات تاعنا درت فيها 34 سنتيم، فيها 34 سنتيم، والطول اكيد راح نديرو على حساب السربيته تاعنا. شوفوا البنات هذا هو الوجه نتاع القماش، نحطو هكذا كيما راكم تشوفوا، ونروح نفوت عليه هكذا بخياطة. هذه الطريقة راح تساعدكم بزاف، سورتو البنات اللي ما عندهاش ماشينة تاع السورفيلاج، يجيها كلش للداخل. بعد ما خيطناها شوفوا كيف راح تجينا هذا السربيته تاعنا، من جينا الخياطه كما راكم تشوفوا، وهذه هي الخياطه تاعها. دوك واش ندير البنات؟ نقلبها هكذا، راح نجيب هذا هو الوجه نتاع القماش، ندير هكذا رفيه ونحطها على هذه الخياطه. شوفوا باه تجينا الخياطه هذيك للداخل، يعني هذه تساعد بزاف كما قلت لكم الناس اللي ما عندهمش ماكينة السورفيلاج. هكذا نخيطوها، حطوها مع الخياطة، تحطوها هكذا قلت لكم مع الخياطة. بعد ما خيطنا هاد القماش تاع الدراوات شوفوا السربيته تاعنا كي تقلبوها راح تجيكم كل وجه، يعني كل وجه كل خلف يجيكم كامل، تجيكم الخدمه تاعكم نظيفه. دوك واش راح نديرو؟ نجيبو هاد القالو اللي جاي في النوار راح نخيطو، هذا راح نديرو كتزيين، نديرو هنا البنات
باه يزيد يعطينا منظر شباب للسربيته تاعنا. تحبوا تستغناو عليه تخليوه هكذا، ديري لها رفيه السربيته تاعك عادي. دوك انا البنات انا نزيد لها هذا القالو هذا، نحطو هنا وهذا الترشيفه تاع القالو تاعنا رايحه تكون على الجهه اللي فيها القماش هكذا. بعد ما خيطنا القالو شوفوا كيفاش راح تجي الطريقه البنات. دوك راح ندور على السربيته تاعك كامل برفيه، نرفي السربيته تاعي رفيه عادي البنات، ونرجع ونوري لكم السربيت نتاعنا جاهزي. هذا هما السرابط تاعنا بعد ما كملناهم، شوفوا كيفاش راح يجوا. رايحين يجوا القياس تاعهم 45 على 45 الحجم تاعهم راح يجي كبير، يجي ما شاء الله كما راكم تشوفوا. الخياطه هذه تساعد بزاف الناس اللي ما عندهاش الماشينه تاع السورفيلاج. شوفوا تجيكم الخياطه نظيفه ما تبانش كامل، وتجي الخدمه نظيفه ونقيه كما راكم تشوفوا السرابط تاعنا كيفاش خرجوا. شوفوا البنات هنا هذا هما السرابط نتاعنا كيفاش رايحين نخدموهم. رايحين حبيت نعطيكم فكره على لي موديل كي تكوني رايحه تزيني الطاوله تاعكم، ان شاء الله يعجبكم تعجبكم الفكره. راح نخدم هذا الموديل، نجيب لهنا السربيته تاعي نفتحها هكذا البنات، نطويها على ثلاثه. شوفوا هكذا نزيد نطويها هكذا، ومن بعد نرفد هذه نطويها هنا، راح تحصل على هذا الشكل كما راكم تشوفوا. هذا هو الموديل الاول، يجينا شويه عريض الا حبيتوا تخدموا هذا الموديل. الموديل الثاني راح يكون كما راكم تشوفوا، يجي رقيق ويجي هكذا البنات. حتطويها هكذا على اثنين، تطويها على اثنين، زيد نطويها هكذا على اربعه، زد نرفد هذا الجهة نحطها هنا، يعني نفس هذا الموديل مي هذا يجي شوية رقيق. ها هوك الموديل ثاني يخرج بزاف شباب كي تحطيه على الطاولة تاعك. الموديل الثالث اللي هو هذا الشكل هذا، شوفوا يخرج بزاف شباب. حنجيب السربيتة تاعي نقلبها هكذا، نشكل هذاك المثلث كما راكم تشوفوا. هذا هو المثلث، نعاود نرفد هذا الجهه البنات، نزيد نحطها هنا هكذا، نزيد نعاود نرفد، يعني ديما راني نشكل في هذاك المثلث. هذا هو الشكل الثالث كيفاش راح يخرج. شوفوا تحطوها في الطاوله تعطيكم شكل شباب كما راكم تشوفوا. نرجعوا للسعر البيع تاع هذا الطراش البنات. شوفوا لهنا شرينا مترا تاع الطراش، مترا ب 10000 درت لنا 6، هنا شريت نص مترا ب 10000 يعني 20000. هذا القالو البنات جاني تقريبا 10000، 30000 السلعه تاعها هكذا طراشن. 6 طراشن طلعوا لي ب 30000، رايحين تبيعوهم حتى ل 60 حتى ل 70000 وروح يتمشوا. حاجه شابه كما راكم تشوفوا بالقالو، حاجه مخدومه، حاجه بزاف هايله البنات. ان شاء الله تكون استفدتوا وان شاء الله عجبتكم الخدمه. ما تنسوناش باللايك بارطاجوا البنات مع احبابكم مع ناسكم باه كامل اخواتنا يستفادوا. وتهلاو في رواحكم ونتلاقاو في الفيديوهات الجايه، دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.